عاصم مرشد رئيس نادي كوم حماده، بنقول لك مبروك النهارده 3 نقاط غاليين وفوز مهم النهارده. ربنا يبارك فيكم. الحمد لله، ده ربنا كلل جهودنا والجهاز الفني الحمد لله ماشي بالفريق كويس وربنا يكرم ان شاء الله. ايه رايك النهارده في اللقاء من الناحيه الفنيه؟ لا كان عصبي اللقاء من اوله، عصبي لان حوش عيسى فارق بونت عن نادي كوم حماده، هو 11 احنا 10 طبعا، وضغط المباريات اللعيبه كان فعلا في ضغط عصب عليها جدا. نادي كوم حماده الفتره الجايه قادر على عوده للمنافسه والصعود ان شاء الله؟ ان شاء الله. احنا كده النهارده عندنا 13 بونت تساوي مع الثاني العبور، هو لسه بعد نتائج الاسبوع لسه ما ظهرتش، بس يعني يعتبر كده دخلنا في المعمعه الحمد لله، وفي تدعيم للعيبه للفريق باثنين ثلاثه لعيبه، في لعيب من كوت ديفوار وفي اثنين ان شاء الله في الطريق باذن الله. نقدر ناخد انفراد باسم لعيب جاي ان شاء الله نادي كوم حماده؟ كونان في الطريق ان شاء الله جاي السبت الفجر، وان شاء الله هيوقع ان شاء الله. بنهنيك النهارده على اداء الفوز، ونتمنى التوفيق لناديكم حماده الفتره الجايه ان شاء الله. ربنا يبارك فيك واهلا بكم في استاد دمنهور.